مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. احوال الطقس المرتقبه لنهار الغد، فالاجواء دائما ستبقى مشمسه تماما، لكن بعد تلاشي ضباب خفيف سيميز صبيحه الغد السواحل الوسطى والغربيه. الاجواء غائمه جزئيا فيما يخص السواحل الشرقيه، نشاط رعدي مرفوق بامطار سيميز المرتفعات الداخليه الشرقيه وحتى الغربيه. هذا النشاط الرعدي سيمتد الى مناطق الجنوب الغربي للوطن، اقصى الجنوب الجزائري، احتمال ايضا ان يكون مرفوق بامطار رعدي. الأجواء تبقى مشمسة تماما بشمال الصحراء بالصحراء الوسطى مع زوابع رملية موسمية فيما يخص الصحراء الوسطى. درجات الحرارة الدنيا المسجلة خلال هذه الليلة ولصبيحة الغد تتراوح ما بين 22 إلى 26 درجة بشمال الوطن، تتعدى 31 بشمال الصحراء، نفس المقياس بإن صلح، 33 درجة بأدرار، 35 بتندوف، 30 درجة ببرمجي مختار، إنجزام تقارب 28 درجة بمرتفعات الهجار والتاسيني. ظهيرة الغد بحول الله الحرارة القصوى إذا تبقى مرتفعة ببعض الولايات الشمالية وخاصة بالنسبة لغليزان شلف ومعسكر مع 43 درجة، 34 بالعاصمة والبيض، وهران مستغانة، 35 بتيزي وزو والجلفة، 36 ببتنة، قسنطينة سطيف وعنابة سكيكدة، 33 درجة فيما يخص إذا تبسة لن تتعدى 41 بشمال الصحراء، 42 درجة بورقلة حسيم سعود وحتى بإليزي، 45 درجة بأدرار، 44 بإن صلح برج بجي مختار إنسا. أما فيما يخص الملاحة والصيد البحري فالبحر سيبقى قليل الاضطراب على طول الشريط الساحلي، سرعة الرياح لتقارب 30 كيلومتر في الساعة على السواحل الوسطى والشرقية، 20 كيلومتر في الساعة على السواحل الغربية. للإشارة فقط فالرياح ستأتينا ضمن التيارات شرقية شمالية شرقية على السواحل الوسطى، لكن غربية شمالية غربية، هذا على السواحل الشرقية. هذا داخل الوطن. خارج الوطن إلى جنوب إفريقيا، الأجواء ستكون ممطرة بأديس أبيبا مع 19 درجة، نفس الأجواء ببانجي مع 27 درجة، 28 درجة بأبوجا. الأجواء ستكون مغشاة جزئيا بالنسبة لكينشاسا مع 32 درجة، غائمة كلية بأبيجان مع 28 درجة، نفس الأجواء بنيروبي مع 19 درجة، وفي الأخير الأجواء مشمسة تماما بلوسكا مع 27 درجة مئوية. الختام سيكون بالمعلومات الفلكية لنهار الغد. شروق الشمس لخص الجزائر العاصمة وضواحيها سيكون في حدود الساعة 5 صباحا و57 دقيقة. عناوين مصلحة أرصاد الجوية تبقى دائما في الخدمة. أشكركم على المتابعة، في أمان الله.